بارك الله، خذا وقت كبير. ما زلنا في استقبال مجموعة من التليفونات الأخرى. حاضر معنا طارق على التليفون. طارق مرحبا. مرحبا. شو أحوالك يا سيدي؟ عليك الله لاباس. يعيشك. إذا طارق، أنت حبيت مرأة وطلعت معرسة ودخلت معها في علاقة، ولقيت في المرأة هذية مواقف كثيرة وقفت معاك في برشة صعوبات ومواقف اللي خليك تتعلق بها أكثر. أحكي لنا أكثر تفاصيل سي طارق. هي بالنسبة لي تعرفت عليها في الشارع معنا. أي. وخلت تعرف عليها ما أدريش عليها لأنها معرشة. أي. من البديش. أنا حكينا مع بعضنا فهمتني، بعدها بدنا نحكي بالتليفون على أساس أنا على أساس أنا ماشي معرفة، ما أنا ما حكيتش أنا معرفة فهمتني. بعد تورت العلاقة ولات حب معنا وعشيش كذا فهمتني. وبعد حتى تورت العلاقة فهمتني، بعد وقت تورت العلاقة ومدتها تشرب فهمتني، اكتشفت أنها معرفة. معناتها بعد ما تطورت العلاقة أنت اكتشفت أن هي معرسة، وكيفاش كانت ردة فعل بتاعك؟ والله استغربت، سألت علاش، قالت لي ما نعرفش، قالت لي معرفش، ما هي حكت لي أن الزوجة فيها من غير حب معناها، مش على طريق حب، فهمتني، الزواج تقليدي. الزواج التقليدي أي؟ وشنو اللي صار وقت اللي اكتشفت لأنه وين نقول توا 6 أشهر تقريبا ما كنتش تحكي معها مرات في الليل، كانت ما تجاوبش التليفون. أي نحكي معها لكن أنا لكن ما حكيت ليش لي معرفة معنا. فهمتك، قعدت تتخبي عليك في الحقيقة. أي قعدت تتخبي علي تحكي لي على كل شيء إلا أن الموضوع هذاك ما تحكيليش. بعد وقت اكتشفت انا وسالت على شيء خبت عليا، قالت لي مثلا قلت باش نحكيها باش يبعد عليا ولا كذا. وباهي وقت اللي اكتشفت انها معرسه شنو اللي صار؟ تنفذ معناها فهمتني، لكن ما نجمش نبعد، ما نجمتش تبعد. لليوم ما زلت في العلاقه مع المراه هذه؟ لا 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 لا، بعد تخاف موقف وبعد بعد. نجم نعرف علاش بعد؟ حسيت بالذنب. هذا اللي حبيت نخلط له أنا في الإجابة متاعك، في الرد متاعك، لأنه عادة ديما الإنسان باش يفهم الموقف يحط روحه في بلاصة الشخص الآخر، وهذاك هو السؤال اللي أنا سألته الوائل. قلت له كان جيت في صورة عكسية، إنه مرتك أنت هل تسمح لنفسك أنها تكون عندها راجل آخر في حياتها؟ قال لي أكيد لا. فهوني إحساس بالذنب هذا اللي حبيت نوصل له، وانقطعت العلاقة. إيه بطبيعة الحال أنا حسيت بالذنب برشا، خاطر الموضوع هذا ما نحبش معناها فهمت. أنا كانت معناها كان في بالي من الأول معناها معرفة ما نكلمهاش من قصر. وشنو تنصح الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ أنا ننصح بنفس أنه يبعد على الأشياء هذه، لأنه يحط روحه مكان الإنسان الإنسان هذاك معناها، مكان الراجل معناها، راجل المرأة هذاك معناها أكيد. يبعد. أكيد. مشكور يا سي طارق على المداخلة نتاعك. مدام أنا مقترح الطلاق زمن الكورونا، موضوع الطلاق زمن الكورونا. الطلاق زمن الكورونا، باهي يا سيدي. باهي يا سيدي، هذا موضوع طويل. مشكور يا سيدي، أكيد خذيت اقتراحاتكم الكل، تنجموا زادة تكلموا عبير وتعطيوها الاقتراحات متاعكم. ما زلنا باش نتواصلوا معاكم، ناخذوا سناء معنا على التليفون. سناء مرحبا. مرحبا فرح. شو أحوالك يا لالا؟ بونسوار تو الموند، بونسوار تو زوديتور اللي يسمعوا فيك توا. يعيشك. نحب نقول لك انا اول مره نسمع البرنامج خاطر سمعت التوب، دونك جي ديسيدي دابلي سو سوار ونشارك في البرنامج نتاعكم، خاطر عندي ما نقول وعندي ما نحكي في الحكايه هذه، خاطر التجربه عشتها انا وعلى فوا تكون ان كونساي ا توت لي فام ولي زوم اوسي حتى الرجال لو كونجوان اوسي. انا تاني جي 48 ans، عندي ليلى عمره 12 سنه توا. تبارك الله. Mon mari, il a 65 ans. Femme a une grande différence d'âge. Elle reste à l'âge de 33 ans. Ou, elle fait 50 ans.
جي ايبوزي ا ماري نحب نحكي لك بالديتاي ولا نعطيك احكي لي تفضلي بالديتاي دونك راجلي سيتي مون بروفيسور تعلمت منه برشا عطاني برشا سيتي ان ارتيست عنده ما يقول في روحه وما دوني بوكو دافونس في حياتي تعلمت منه برشا حاجات ابخي لاكوشمون تاع ولدي علاقتنا بردت سيكسوالمون وفاش بردت كومبليتمون معه on a eu des problèmes il y a eu des problèmes juridiques sur le et tout ça donc très la spirale de problèmes ou finances ou flous ou مشاكل من جميع النواحي فهمت بديت علاقتنا تبرد بعد ولدي ولا عمره عامين انا وليت حاجتي جي بزوان هو انديريكتومون انا راني معاش فقط أنا نحب نقطة معينة اللي أنت طرحتها من الأول قلت لي بيني أنا وراجلي اون غراند ديفيرونس داج وكأنه عائق السن من الأول ما كانش واضح في السنوات الأولى متاع الزواج ثم بعد فترة تغيرت الموازين لأنه العمر متاعه كان متقدم مش حتى العمر يا مدام حتى اللي قلت لك ان الوضعيه زادت تبدلت وليت عندي مشاكل وليت عندي برشا حاجات راهو برشا سيكولوجيكمون خاطر كل شيء مربوط ببعضه اكيد اكزاكتومون وزيد هو ولا ديابيتيك مرضو برشا حاجات معناها ولا بالقلب ولاي بوكو تشوك وحاسس برشا حاجات راهو انا 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 من نعذرو راني اكيد بون ان سارتان مومون قلت علاش ما نمشيوش نشوفوا ان سيكسولوج ونشوفوا حاجه قال لي نو با كيستيون دابا راسك انا راني فيت كاريمون وهذه إشكالية براتيكمون الرجل الشرقي لا يعترف انه في فتره من فترات انا ماما غي عمره في تونس عاش في فرنسا قديش من سنين ولا بيت اون فيلا با اكستراوردينير معناها في نوتر اسبري انا خديت حاجه اخرى بعد كل شيء تبدل ما نعرفش حسيلو عملت مجهودي راني جيتي سون بسيكولوج ان سارتان مومون عملت مجهودي معاه حرقت روحي معاه انا سي اون فام كل شيء نعمله بالكيف فريمون بالكيف معناها كل شيء بكيفه نعمله في كل مناسبة جيم فيغ لا فيت انا جو سي فام كازانيير جو في لا فيت شي موا في داري معناها كل شيء نوفره كل شيء نجم نعمله سوف كو معناها باللي عملت ما عادش فريمون كاريمون ما عادش دونك جي ديسيدي كو جو دوا افواغ اون غلاسيون باراليل مي ما فيش عرس على خاطر احدى خاطر واش قال لي قال لي ديبروي توا مي ا كونديسيون فو بريزيرفي لو فويي ولدنا افون تو دونك هذيك سيتي لاكور دونك هو عطاك لافال هو عطاك لاكور انديريكتومون كوم سا وي انديريكتومون سيتي با فريمون كلير باهي لقيت شكون لقيت شكون كو انا جي ابريسي يا 19 ans قبل فهمت باهي كوم باغ هازار ولدو جي مع ولدي فرد مكتب تقاودنا تقابلنا عرفت كي لي ديفورسي دونك وليت فما ريلاسيون ديريكتومون كاريمون قلت فوالا سكو جو فو سا اي سا كهو معناها قال لي مو جو سوي بارتون انا هذيك شو نحب ديت ريلاسيون على اساس هكاكا ا كونديسيون لا ديسكريسيون جي دوموندي لا ديسكريسيون كيل سوا ديسكريت انا مالغري شعليك جي تروفي مون ايكيليبر مون ايكيليبر فريمون معناها بون سي با لا ميم شوز كيما في دارك ومع راجلك مي انا فريمون جافي بوزوان دو سا وليت لي حاجه امبورتونت يلزمني ما فماش كلام j'avais une amie confidente à moi, dit Nahkila, dit qu'on l'a colchaï, etc. Malinish, m'bad, bchoya, bchoya, fakat que mon ami a une relation avec lui. Tahati Hedeya, il y a un chou de traditionnisme, on est à la Kabi. علاقة بالرجل اللي أنت اخترته اللي أنا اخترته نحكي له عليه بالديتاي كل شيء معناها كل شيء نحكي له عليه أنا وهي بورتون معناها مشجعتني على خاطر أسي تري بيان ما سيتياسيون لي كونديسيون افيك مون ماري دونك ماشي في بالي اللي هي مرا في المستوى فوالا هي سي اون فوازين على فوا سي اون امي عشرة كبيرة زادة وبعد مشينا نلقاهم فولاسيون مع هو بديت نفهم فيهم الزوز كو انا راني فقت باهي depuis que انا وليت نفهم فيهم زوج وليت سي زارسيلمون وليت نتقلق بديت اول حاجه هي تقلق لي ولدي في المدرسه بيسكا ولدنا زوج انا ولدي ولدها في المكتب دونك وليت قلق فيها حتى هجيت من المدرسه هذيك وحطيت ولدي في المدرسه اللي بحر الدار وبعدت عليها هي لكن كمان قعدنا باقي فبك العشره وبورتون هي مرا وقفت معايا برشا مرات في برشا وضعيات وجريت معايا في كل شيء في كل شيء في كل شيء من بعد وليلي هو زاد كيف ولا يقلقني من جهه اخرى ولا يعطيني دي فلاش كو فما اون ريلاسيون افيك ايل
وهي وليت تعطيني دي فلاش كوسام اون ريلاسيون افيك لوي. وهي المراه اللي ديفورسي ولا سبي؟ لا اللي ماري كوم موا لا دي انفون كل شيء. اللي ما فوازين وعندها زوج صغار وكل شيء معرفه وتوجور كي تبدا تحكي هي اللي طوم بيان افيك سون ماري ولي بيان في عائلتها ولي في فام اكيليبري ما عندها حتى مشكل وتحسسني بعد ساعات اللي انا جي ان بانك معناها كيما تعايرني شويه بعد ساعات نحس منها هذا فهمت. بعد فقت بها اون ريلاسيون بها هو بديت المرة الأولى أنا ما حسيتش وبعد بديت نفهم حتى لين شديتهم مع قبل ما نشدهم مع بعضهم دخلت لي في مشاكل مع عائلتي هي وبعد فقت اللي هو وراء الحكاية هذيا زادة تعاركت أنا وأختي وهبط ناريش ونسكن احنا فردات بابا في على أبواب موت أختي تسكر علي الباب ما نشوفش بابا بعد معناها ولاو يبعثوا لأختي ناس تحكي في حكاية بابا وليت أختي أن تخي دو بروستيتوي. دونك هل لا ريلاسيون اكسترا كونجوغال هل العلاقه الغير الشرعيه كان سببها برشا مشاكل؟ برشا مشاكل يا مدام برشا مشاكل. رغم اللي انت في البدايه قلت لي انه انديريكتومون بصفه غير ديريكت خلينا نقولوا راجلك قال لك عيش حياتك لكن من غير ما تفقد الفوايي نتاعك. اكزاكتومون يا اخي انا اللي قالوا لي هو هذاك علاش في الاخر وليت اون ديزاكور توا انا وراجلي كو جي با توني بارول معناها في الحكايه هذيا. نلقى روحي وصلت يا مدام وصلت لمحاوله قتل من الراجل هذيا. صاحبتي هذيا حرضتني مراه قبل حبت تبعث لي باش تقتلني كيف ما نجمتش ومن بعد حرضته هو من جونسي باسكو لي راكونتي حكيت له حكايه كبيره برشا صعيبه ياسر وبوان انه يجيني قال لي انت تحب تخلي لي داري تحب تعمل لي تحب تعمل شد عليا سكينه باش يقتلني كاريمون معناها كي جيت سورتو انا كي جيت نواجه فيه خاطر هي جبت لي حكايه حاجه صارت بيني انا وياه هي جبدت لي مشيت باش نستفسر شارع قتلني دونك ومن بعد هذيك يجبد يخرج حكايه للناس للعلن يبعث المراه تجيني تقول لي انت علاقه براجلي وقت اللي انا المراه هذه ما نعرفهاش وبعد يبعث الراجل يقول كوم كوا انا على علاقه براجل اخر معناها راجل المراه هذيك اللي هو راجل واحد يقول عمري ريت ولا نعرف سي با كومون حتى يبعد الشكوك عليه يظهر لي هذاك هو اللي صار يا اخي راجلي كيف جا واجهني قلت له نو فوالا جي اون ريلاسيون افيك سيت بيغسون لا وراني ما نعرفش الراجل هذايا اللي تحكي عليه بالكل ما واللي الراجل هذاك هو اللي ضربني يحاول يقتلني قلت له لا راني افيك سيت بيغسون لا وتعاركنا في جرة صاحبتي فوالا سكي سي باسي حكيت له كل شيء بالوضوح دونك من وقتها هذايا سيت هذايا معناها الكونفرساسيون هذي صارت من وقتها انا وراجلي معناها ولينا بريسك انعدمة الثقة خاطر فما ثقة بيناتنا كومان انا وراجلي فما مستوى معين بيني انا وياه معناها في الكلام فما ثقه انعدمت الثقه ولا يحسسني اللي انا معناها جو سو اون فام انزينيو اللي انا مانيش قد الثقه ما يعايرنيش راهو بالحكايه باديتو خاطر هو زاد خاطر يعرف روحه اللي هو عنده دور فيها الحكايه هذيا معناها وصلت لهكا خاطر هو يعرف روحه شنو دونك اما يحسسني اللي انا امراه معناها ماكش قد الثقه فوالا مش في المستوى نتاع العهد اللي اتفقنا عليه هذيك هو ولا شنو اللي صار توا في علاقتك الزوجيه؟ توا في علاقتي الزوجيه وليت عباره على يلزمنا نقعدوا مع بعضنا خاطر بو بريزيرفي لو بيتي معناها ولدنا يبنوا يفي اكيليبرومون افيك نو معناها توا لو بيت سيكو يفو سوفي لو بيتي معناها باش ما يزيدش تتقلق باش ما يزيدش تكبر الامور عليه خايفين عليه قاعد يكبر وش تعرف المجتمع ما يرحمش خاطر انا تو وليت معناها بريسك معروفه وكامل صاحبتي هذه بيسك هي جات عملت لي موفيز ايماج هنا في الحومه اتاغ افيك ما فامي تو معناها تو انا جو سوي معناها ما فامي معناها مونكيتي ما يحبوا يكلموني لونتوراج يغزو لي اوترومون ويتعاملوا معايا اوترومون والكلمه تسمع والكلمه الخايبه تسمع وليت منكمشه نحاول نستحفظ على ولدي للماكسيموم ولدي ديما مع ولدي ما نخليوش زاد ابوه كيف هو زاد ديما مع ولده ما يخليوش بوغ ايفيتي كل بوتيس واحد وقاعدين هكاك اون اتوندون معناها ما نعرفوش وين باش توصل علاقتنا اسكون فا كونتينيي انسومبل ولا لا جو نسي با فما برشا بريسيون في الدار لا ما فماش بريسيون في الدار هذيك الحاجه الباهيه في راجلي انه يحاول باش ما يخليش فما بريسيون يحاول بوغ كاردي ليكيليبر ماكسيموم قلت لك على خاطر الوليد ما يحسش فوالا باش ولدنا ما يحسش
اللي فما حاجه كيما هكا. وانا انت في فتره بركي. ما قلت لي سناء انك لقيت الاكيليبر نتاعك وانه الشخص اللي انت قمت معاه علاقه واللي نعاود نقول اللي بين ذفرين انديريكتومون راجلك عطاك لافال الشخص هذايا غدرك صاحبتك اللي كنت تحكي لها غدرتك أقامت بها علاقة الراجل هذا ورغم اللي هي كانت زادة متزوجة وحبوا يعملوا مشاكل لزوجك جنتي با هي شنو حكيت معاه الراجل الآخر شنو قالت له عليها خاطر هو إيسي توتالمون ترانسفورمي معايا أنا وصل انه حاول يقتلني معناها ايماجيني مدى معناها شيء كبير ياسر اللي تقال واللي تعمل وحاولت معناها ما في المهم اختيمو مع وحده وني في الحومه معناها حاولت تقتلني زاد كيف كيف ما فهمتش معناها وقتها من الاول ما فهمتش ومن بعد عرفت من بعد عرفت وان بليس انا راني شديتهم مع بعضهم وسمعتهم يحكيوا عليا سمعتهم من جديد. نحب نسالك سؤال هل انه تتوقع انه الغلطه اللي انت عشتها دفعت ثمن نتاعها غالي؟ ايفيدامون هذايا تو واش قاعده نقول يا مدام. جو سويز اون تران دو لو بيي اي لو بيي ترو شير خاطر بديت نحس اعصابي توترت قلت لك اخواتي ما عادش يكلموني بابا ميت معناها شعره لا ميريتوش كان ما استعملتش القوى العامه باش دخلت شفت بابا خاطر اخواتي حرموني باش نشوف بابا وهو على فرش موت. معناها ايماجيني وين وصلت يا مدام. ايماجيني للدرجه هذيا معناها الكره ما فهمتش والله العزيز ما فهمتها. اما الاشكاليه انا اللي تجي في بالي وتخطر على بالي توا انك انت قلت لي عندي لانفي عندي انا من حقي انه تكون عندي علاقه جنسيه في الحلال خلينا نقولوا في الحلال لكن الاشكاليه انه زوجك اليوم غير قادر وانت رغم هذا قاعده عايشه مع راجل هذايا وعندكم صغير بوغ بريزيرفي هيك الصغير هذاك لكن واللانفي نتاعك شنو باش تعمل؟ هل انك تتوقع انك باش تنسيق مره اخرى في علاقه غير شرعيه؟ نتصور يا مدام على خاطر انا سامو مونك بوكو ما نكذبش عليك سامو مونك بوكو وما نجمش توا نعمل حتى شيء جو دوا مو روتينيغ جو دوا جيساي دو مو روتينيغ على خاطر اما معناها اما سامو مونك بوكو ونحس في روحي قاعده نتعب وقاعده بدني نزيد خاطر جيتي غيونونت جيتي بيان فيزيكمون في حياتي برشا حاجات راهي بدلتي والله العظيم سيتي ان بوزوان فريمون اوبليغاتوار بورتون جي 48 ans راني مانيش صغيره معناها بريسك في البري مينوبوز ولانفي هذيا راهو قوي بيا من 45 ans راه من 45 ans وليت اون بوسيسيون معناها للراجل الاخر معناتها وليت حاجه اما سا نوبيش اللي باغ كونتر هي دي فوا يل مو دوموند است كو تو فو ان مارياج معايا ولا لا نقول له لا فريمون جو نو با انا كيم سوفي كوم سا هكا هو ما نحبش اكثر من هكاكا ما تحبش حاجه في الحلال؟ ماذا بيا اما ما نجمش خاطر عندي صغير يلزمني عندي ان فوا يلزمو يكمل يزمو يكمل وتتصور الصغير كي يتربى في وسط عائله بيناتها تونسيون وبيناتها مشاكل باش يترعرع في نفسيه متوازنه؟ من امبوسيبل وهذه راهو ماهوش تحريض على الطلاق راهو لانه كل واحد عنده مصيره وهو اللي يختار مصيره وكل واحد مسؤول على معناتها وضعيته على وضعيته يعطيك الصحه يعطيك الصحه اما سي فغي فما لي سيكيل تقعد صحيح موجود لازم فما ديبايونس ما نقولكش ودي اللي بارفي اما احنا زوج قاعدين نحاولوا باش يكون بارفي خاطر بالنسبه لينا انا وراجلي نفس الفكره كو ان انفون ام وبوه حيين يعيشوا مع ام وبوه مهما كانت الديفوات نتاع والديه مهما كان والدي باهين ولا خايبين ولا مهما كان يعيش مع والدي حتى حد اخر يعني انا جو نو فوا با ان اوتر بابا ا مون فيس خاطر سون بير بالنسبه ليا انا هو il fait son rôle de père parfaitement bien Oui. Il a réussi carrément, خاطر, les notes de mon fils sur le crayon, ou l'équilibre de ta Wendy, vraiment, il apprend beaucoup de son père, ou quand il a fait beaucoup d'avance. Et Wendy, il est adulte par rapport aux enfants à son âge. Il est très adulte. Il a fait beaucoup d'avance, beaucoup de plus.
Oui. Et là, kiff, kiff. Aujourd'hui, j'ai d'accord comme maman, surtout je suis une femme au foyer. Oui. Donc, aujourd'hui, comme maman, il est primordial. Je ne veux pas, 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 je suis là à sa position, à sa disposition. Donc, il a besoin de nous deux. Il a besoin de nous deux. Il a besoin de nous deux. يعني امراه اخرى والا ام اخرى ولا ابو اخر معه. لكن السؤال علاش راجلك ما يمشيش يشوف سيكسولوج انه يحاول يعالج هذيا الاشكاليه هذيك هو اللي يلزم يتعمل. انا تسكر جوا لكن المشكله انه هذا ما هوش قابله بالكل بالكل بالكل. وبورتون شفنا دي سيكسولوج في التلفزيون يتكلموا شفنا هيا نمشي اون كونسولت نشوفوا ان بسيكياتر نشوفوا نبداو ببسيكياتر يا سيدي نشوفوا بالك شي مشكل مني انا بالك شي مشكل مني كنت اون اسي دو نو رميتر باش تمشي ما ترجع له ما هوش قابل حتى تعرف بالنسبه لي لي سيكولوج اي لي سيكياتر اي لي سيكسولوج في تونس خاطر كان عايش في فرنسا ميرسي ميرسي انا تا كونفيونس الحقيقة بالعكس عندنا كفاءات كثيرة مالوغوزمون سا سكي مو دي طول طون كي جيتي ان فرانس وي اما في تونس نو لا 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 هنا في تونس انا ما عنديش فيهم ثقة بالكل بالكل سي با لو ميم نيفو وهذيك اللي انا شنو اللي يمنعكم انكم تمشيوا تتعالجوا في فرنسا ويمشي يتعالج في فرنسا بما انه هو كان عايش في مويان هنا تولي كيستيون مويان Pourtant, il a la nationalité française, mais c'est question de moyens actuellement. Maintenant, je mouche beaucoup de col. Notre situation a beaucoup dégradé. Il avait une affaire un jour en justice. Tabet na barsha ou tabet na barsha barsha. Ma ina famo koyi shtar. Ma ni rahi siro saiba tawa pour l'instant. Saiba pas bine qu'il prenne la force. Pourquoi pas? Ama natsauru ay. Ben je me trouve ici que le seul l'unique. Ma ni. C'est ce qu'il faut. Ama j'en connais qui madame. Mais il est une mère. De tromper son mari ou de faire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose dans le foyer, mais il n'y a pas de problème. Il dit que c'est le point, c'est qu'il y a le cas où il 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 y a لازم يلقاو لو بوان الديفايونس وين موجوده مع بعضهم ويحاولوا يفركسوا الحل اكيد باش يحلوا الاشكاليه لانه هوني وكانه احنا قاعدين نبرروا انه المراه تمشي تشوف تخون على رجلها او الراجل يمشي يخون على مرته ما فماش تبريرات لكن فما مشاكل داخليه تكون بين الراجل والمراه ويمكن المجتمع ما عندوش فكره عليها يا مدام فما زيد لو كوتيديان راهو في الكوبلويت فما المراه تخدم والراجل يخدم زيد عنده مشاكل خدمه وبرشا حاجات راهي اسمع فما حاجات اللي كي بوس لي جون يولي يقول لك باش يهربوا من الواقع نتاعهم فوالا هذايا هو خاطر انا هذيك شنو اللي صار لي انا هروب من الواقع نتاعي زاده شو زاده كيف كيف ابار انه حتى فما مشكله هكاك مع راجلي لكن زاده كيف كيف نوع من الهروب نحاول اني جو تخوف حاجه ايديال مع الاخر اي بورتون الاخر اني با بارتي كومو ماري مون ماري اللي معناها بعيده عليه في المستوى وبعيده عليه في كل شيء معناها في طريقة حياته وفي كل شيء بعيد عليه بعيد عليه برشا حتى كون بابا انا راجلي لي بلو بارفي كو مي في تربية ولده راه بارابور لاخر الاولاد بون اللي ديفورسي وعنده ظروف وزاد هو ما نجمش يخدم عليه برشا ما نجمش يخدم عليه برشا. كي هوني كي تقع في المقارنه زوجك خير برشا من الراجل اللي انت عشت معاه فتره صغيره. الحاجه الوحيده والاشكاليه الوحيده هو انه اليوم غير قادر انه يلبي حاجياتك الجنسيه. هذه هي هذيك هي برك هذيك برك اكهو سي سا لو بروبليم ما فماش حاجه اخرى سي تو هذاك علاش انا الاخر معناها جي اكزيجي كو تكون علاقه من نوع واحد بركه معناها مي سي با دو بونسي اوترومون ما نحاولوش نخمو في حاجه اخرى مانيش مستعده باش نسيب الفوي نتاعي هذيك هو مهنتي هذيك هي الحكايه فوالا ان شاء الله على الاقل انه يتقنع وانه يمشي يحاول يعالج مهم برشا يمكن زاد حكايه نفسيه لانه نعرفوا كما قلت لك بالبدايه كل شيء مربوط ببعضه وساعات النفسيه كي تبدا تعبره شوفي مدام هو كيفاش لو كي انا حبيت معناها قلت معناها حبيت حتى نشوف شكون من برا معناها قريب لي يحكي معاه لكن ما نجمش يكمل ما ينجمش يكون في الحكايه هذيا دونك سيتي امبوسيبل مش ما ينجمش يقعد كي تحكي معاه ماني لما له قالوا اذا كان هي قالت لك سيكو المون سي با فغي فهمت الى نيي تو فهمت لي لي بارابور ا سا تو با بيان تو سي بيان تو ماني سي با فغي هي الكري دي زيستوار معناها وحدها فهمت
دونك ما حبش مش قبلها بالكل بالكل ولا ولا اكيد فما حتى راجل يقبل الوضعية هذه راه هذه كهي نحكي فوالا يا مدام اي بورتون قلت لك هو سي باسي بيان كان سارتين نيفو راهو مي مالوغوزمون في هذه صعيبه جيت عليه صعيبه برشا ولا نحاول نلقى مشكل انا 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 ماذا بيا معناها Je trouve un psychiatre qui peut m'aider et la sera ça m'est même encore une agence pour que je préserve mon côté carrière qui est très important. Oui. Donc inchallah كان انا كان تعاونوني في الحكايه هذه اكيد اكيد ان شاء الله يكون فما بسيكيات قاعد يسمع فينا وينجم هو يلتريت الحاله هذه لانه بالحق معناتها في اطار لو تريتمون نتاع الحاله هذه نجموا اون سوف ان كوبل معناتها اون سوف ان فويي بين الراجل والمراه والوليد الصغير ما يبيعش مشكوره مدام ساني على المداخله مازلنا باش نتواصلوا معاكم مع